السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لحظات وبعد نشر خبر التطبيع مع إسرائيل، قامت قناة فرنسية بالقيام باستجواب مع اللاعبين في إيتري الذي يحمل الجنسية المغربية والإسرائيلية، حيث طرح المدير مجموعة من الأسئلة المتعلقة بأي منتخب سيلعب له بالمستقبل، لتكون إجابته: أنا أعشق المغرب والمغاربة، ودائما ما يرسلون لي رسائل بأنني مغربي وبأن ديانتي اليهودية لا تهمهم. وأضاف: أعلم بأن في كرة القدم دائما ما هناك عنصرية، خاصة فيما يتعلق بالعرب واليهود، إلا أنني لقيت حبا ودعما من المغاربة. حتى بالنسبة لمستوى المنتخبين، فالمنتخب المغربي دائما مستواه أعلى من المنتخب الإسرائيلي، وهو يعتبر من بين الأفضل في العالم. أترككم مع الفيديو، والمرجو الضغط على زر اللايك وتفعيل زر الجرس والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد، وشكرا.